السلام عليكم. في الفيديو اليوم ان شاء الله مع وصفة رمضانية جديدة راح اسوي لكم بوف بالاجبان الاربعة. الحشوة يا بنات ما اقدر احكيكم عنها، لذيذة 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 صدق ادمنتها. فخلونا نبدأ بالمقادير، ما اقدر اصبر. راح نحتاج الى عجينة البوف، وايضا راح نحتاج الى جبن كريمي، لبنة، جبن موزاريلا، وجبن ابيض. انا استعملت هنغاري بالكيلو تاخذونه. راح اخلط كل الاجبان مع بعض ما عدا الموزاريلا، راح احطها على جنب شوي. بعد ما اخلط الجبن الهنغاري مع اللبنه والجبن الكريمي، ابغى اهرسها لحد ما يصير عندي قوام ناعم كريمي علشان يسهل علي حشوها. بعد كذا راح اضيف جبن الموزاريلا واحركهم كلهم مع بعض، وبكذا تكون حشوه عندي جاهزه. الحين راح اجيب عجينه البوف الجاهزه، راح احشيها بكميه تقريبا ملعقه صغيره من كميه الجبن، ثم أبدأ أسكرها من الأطراف. لو تلاحظوني برمتها بالأخير الأطراف علشان كده تعطيني شكل حلو، ما تكون مسكرة بشكل عادي، وعلشان أضمن تماما أنها ما راح تنفتح بالزيت وتنكب. الحين بزيت حار راح أبدأ أقلي البوف، أتأكد أنها متحمرة مع جميع الجهات ولونها ذهبي كذا جميل. بعد ما أطلعها أحطها بورق الزيت علشان تمتص الزيت منها، وأقدمها وهي حارة. طبعا أنا هنا كذا أبغى أسوي حركة، فرشيت عليها ريحان مجفف وبس. بكذا تكون الوصفة عندنا جاهزة. البوف مرة لذيذ، ضروري تجربون الوصفة وتشاركوني أهم شيء تطبيقكم على انستغرام. يعطيكم العافية على المشاهدة. المقادير كاملة بالضبط راح أكتبها لكم في صندوق الوصف، ولا تنسون تشتركون في القناة وتشوفون الفيديو السابق، وصفات رمضانية سابقة للسنوات السابقة. وبس يعطيكم العافية على المشاهدة. أحبكم، مع السلامة.